عسلامة البنات ومرحبا بكم. فيديو اليوم فيديو كما شفتوه في التيتر باش يكون ايديت كادو بور لي فيت دي مير. نعرف اللي عيد الامهات قريبا جدا لو 28 ماي، اخر احد في شهر ماي ان شاء الله. اليوم جيتكم باش نعطيكم افكار وديزيدي كان مازلتو حايرين وما كمش عارفين شنو باش تهديو لامهاتكم. كيكم انتريسي وتحبوا تعرفوا انا شنو لي زيدي نتاعي تابعوني. يلا نبداو. اول حاجه لازمك تخمم فيها انك تشوف ماماتك شنو ناقصها والا شنو تحب والا شنو ماذا بها يكون عندها، وعلى الاساس هذايا تبني الكادوات نتاعك وتبني شنو باش تاخذ لها في عيد الامهات. اول كادو عندي ليكم اللي هو سهل برشا وما يتكلفش برشا فلوس. تنجم تمشي تاخذ كادر وتطلع في تصويرتك انت وماماتك والا طلع في تصويرتك انت واخواتك وتهديهولها. حاجة ياسر ياسر مزيانة تفرح ماماتك وتخليها ديما تخمم في اولادها وتخمم فيك سورتو. الكادو الثاني اللي تنجم تخمم فيه انك تمشي تاخذ لها بوكي دو فلور. وي نعرف اللي البوكي دو فلور معناه ماهيش حاجه كبيره وما هيش حاجه جديده، مي سبحان الله 91 دقيقه وما عندوش برشا فلوس والا ما يكفيهوش فلوسه باش ياخذ حاجه باهيه. تنجم تمشي تاخذ لها بوكي دو فلور تحطه في صالون تاعها في فاز هكيكا تشجعها وتفرحها. في صوره ما مثلا ماماتك كانت متداينه تنجم تمشي تشوف لها فولاره مثخمه والا جلباب مثخم هكيكا تلبسها الفولاره هذيك تجي ماشيه تخدم والا خارجه، والجلباب هذيك تنجم تلبسه كيف كيف كي تجي مثلا ماشيه باش تقضي من السوق. في صوره ما حتى ولو كانت ماشيه باش تصلي التراويح، نعرفوا اللي شهر رمضان قريب جدا ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي يدخلنا بالعافيه والصحه. تنجم مثلا ماماتك باش تمشي تصلي التراويح تلبس الجلباب هذيك ولا تلبس الفولاره هذيك تتفكرك تفرحها وتشجعها وتخليك انت ديما معناها على بالها، ولو حتى هي تصلي في التراويح نتاعها ديما تخمم اللي انت هديت لها الحاجه هذيك. صوره ما ماماتك مغرومه ياسر بالكوجينه ومغرومه ياسر بالتطيب، تنجم تبني الاساس هذايا نتاع الكادو نتاعك. كيفاش؟ مثلا انا ماما مغرومه ياسر بالتطيب وتحب التصنيف وتحب ما نعرفش انا تعمل حاجه هذيك اكسيتيغا، نشوف مثلا شنو ناقصها في الكوجينه. مثلا تمشي تشوف لها فوغ الكتريك تتشارك فيه انت واختك ولا انت وخوك ولا حتى انت وبوك، وتمشي وتشريو لها فور هكيك تشجعها باش تطيب لكم حاجات بنينه وتصنف لكم في سيدي رمضان ان شاء الله. تنجموا زيدا مثلا ما عندهاش ميكروان تتشارك كيف كيف انت واللي معاك في الدار خوك اختك بوك تتشاركوا تاخذوا لها ميكروواند هكيك حاجه ياسر باهيه وتعاونها برشا في الكوجينه وتعطيها هكا الهام نقولوا نحنا باش تنجم تطيب لك ماكله انت بنينه وماكله انت تشتهيها. كيف كيف زادا كما نعرفوا في سيدي رمضان الناس الكل يحبوا يجيبوا حاجات جديده ويحبوا يجبدوا المعون الجديد ويجيبوا مثلا سيرفيس الفلاني اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك تنجم مثلا تمشي تاخذ لها طناجر جدد كسرونات جدد والا قلايات جدد والا حتى تشوف لها سيرفيس هكا من كارفور يبداو موجودين والا في جيون ولا من عرش انا منين تشوف لها هكا سيرفيس باهي تهديه لها. مثلا باش تطيب والا حاجه تتفكرك كي تجبد الطنجره هذيك والا مثلا كي تحط هي لصحنه نتاعك ولا السيرفيس نتاعك ولا حتى الكيسان نتاعك تتفكر اللي هما الكادو نتاعك. وتعرفوا اللي نحنا في رمضان معناها كيما قلت لكم الناس كل تحب تجبد حاجه جديده وتجبد حاجه مثل جيو مثلا في صوره ما امك مغرومه ياسر بالديكور وتحب مثلا ديما تبدل الديكور نتاع الصاله ولا الديكور نتاع بيت النوم نتاعها ولا حتى ديكور سال دو بان، تنجم انت في هذايا تعاون وتخمم وحدك وتقول والله نجم ناخذ لها حاجه نتاع ديكور من هي مغرومه بالديكور وتحب ديما تبدل وتزين وتغير، هذه فرصه باش واحد ياخذ لها حاجه هي تحبها. مثلا تنجم تاخذ فاز تنجم تاخذ كواترو تنجم تاخذ دي تابيك صغار نتاع سال دو بان هي زاده تبدل بيهم، والا مثلا تنجم تاخذ لها حاجه باهية في بيت النوم، تنجم مثلا تاخذ لها ثريا باش تبدل لها الديكور، زاده تاخذ لها دو فايز تبدلهم على في البيت النوم نتاعها تحس روحها اللي هي اون ديغي عملت حاجه كبيره في الديكور. ما هي
جوست لي فايوز هذوكم اللي انت هديتهم لها، عطاوها احساس ان هي بدلت مثلا حتى بيت النوم كامله. مش بالضروره راهي البنات باش تكون حاجه غاليه باش تعطيك هكا انك تحس روحك هديت حاجه لامك، بالعكس تنجم في ابسط الاشياء تهدي لامك حاجه بسيطه وماهيش متكلفه برشا، ما هي عندها برشا برشا معاني، وتخلي ديما امك تخمم فيك وتفرح بها على الاخر ولو هي صغيره. جيو للسوربريز في اخر الفيديو هذايا، بالعاني انا حبيت نخليه لكم سوربريز لي فيه باش نجم ناخذ وقتي ونحكي لكم عليها. مادوس ناتور في عيد الامهات ما نسيتكم شي، وحضرت لكم دي بانيي باش تاخذوهم لامهاتكم. كاني امك تحب ترتاح، تحب تتلهي بروحها بقشرتها بشعرها بساقيها بيديها اكسيتيرا، مادوس ناتور كيما قلت لكم ما نسيتكم شي وعملت لكم دي بانيي، سومهم يبدا من 35 دينار فما فوق. ومش هذا بركة، معناها مادوس ناتور ما قيدتكمش باللي بانيي اللي هي محضرتهم، بالعكس تنجموا تختاروا البانيي اللي انتم تحبوها صغيره كبيره موين اكسيتيرا، تختاروا زادا انتم لي برودوي اللي تحبوا تحطوهم في البانيي، معناها تولي بانيي بيرسوناليزي هكاكا. تختاروا الحاجات اللي انتم تحبوهم مش اللي تبدا مثلا محضرتهم مادوس ناتور في لي بانيي نتاعها. تعمل بانيي بيرسوناليزي لامك مثلا فيها ديو، فيها بور دو كاريتي، فيها صابون غوماج، فيها كريم بور لي بيي، كريم دو نوي اكسيتيرا اكسيتيرا. الشواء عند مادوس ناتور ما يوفيش، عندها برشا بوكو 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 دو شواء. تنجموا انتوما معناها تختاروا الحاجات اللي تحبوها كيما قلت لكم وتحطوهم في البانيي نتاعكم وتغلفهمكم بيان سور مادوس ناتور وتبعثهمكم في كولي. تو نحط لكم طول لي ليام تاع مادوس ناتور اون بار دانفو، وتو نبارطاجي التصويره اللي حطتها مادوس ناتور على الباج نتاعها نتاع لي بانيي، نهبطها عندي في الباج فيسبوك نتاعي هكاك باش تولي لكم اسهل تكمانديو لي بانيي من مادوس ناتور. هذه هي كانت الفيديو متاع اليوم البنات، جيسبر كو لي زيدي عطاوكم افكار، عطاوكم حاجات ولو هي معناها ماهيش افكار كبيره ولكن افكار صغيره ابتي بري تنجموا تتشاركوا فيها كيما قلت لكم مع خواتكم والا مع ابوكم، وتاخذوا حاجه ياسر مزيانه تفرحوا بها امكم في عيد الامهات. ما تنسوش لي في دو فوزابوني على ماشين، وما تنسوش باش تحطوا لي جيم تحت الفيديو هذيا، وما تنسوش باش تكتبوا لي اقتراحاتكم واي حاجه تحبوني نعملها كوم فيديو. انا توا ما عليا كيمش خليكم ونقولكم باي باي لي في، يا بيانتو بوسه.